يصادف العدد العاشر من المنتدى الأدبي والفكري مناسبة عيد النصر تحت شعار فن الجداريات وأثره في رسم وقراءة التاريخ. يستضيف الفنان التشكيلي بنيامين عبد الإله وتنشيط وتقديم الدكتور مهيدي منصور. وكان هناك من ربما امتلك هذه الموهبة ستاندون موهبة في الأوساط الفنية وبين الفنانين نصيبوا هذه المشاحنات وهذا الجدل، هذا عصامي هذا أكاديمي، شا تقولنا قراءتك في هذا الجدلية وفي الثنائية؟ شوف سي منصور، الجانب الأكاديمي مهم ومهم جدا، يعني حتى الإنسان يتطور القدرة تاعه ويبدو بكو بلوس في الخارج. إذا نبدأ البدايات الأولى لممارسة الفن، أكيد بديت قلنا كمساعد قضيت حوالي 9 سنوات ثم عودت رجعت إلى مسقط رأسك. لا ما زال ما رجعت هنا، يعني بنت 9 سنوات ثم شغل ما حبيتش نكون في هذاك جيتيكم وازو جيتيك برولي، ما حبيتش نكون مقيد، يعني راني قعدت 9 سنوات من بعد انتقلت بدلت لا فونكسيون اللي تي انتيليجون كان يقرا لا بيرسون دونك يما بروبوزي لو بوست حبي يمشي كذا دار معايا بتيت كونفونسيون وتكلني عن الله. السلام عليكم، صحة طوركم يعني في هذه المناسبة. دونك واش نقول لكم، يعني احنا اون في بارتي دو تياتر، يعني احنا الأمر اللي راه مبوسينا بانيكزيرسو هذا لا هي سي الانتماء تاعنا لهذه المنطقة. دونك لو كان حنا ما نديروش هذا الانسياتيف ما راحش يجوا ناس من لاليون يطيحوا علينا. دونك بار انا نخدموا بار اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل، حتى يعني ما ندخلوش في امور انه الفنان راه يعاني بالبزاف وشنو حنا توجو نمدوا هذيك لا فيترين باللي الفنان بيان قد عدد العاشر للمنتدى الفكري والادبي اللي يستضيف احد اعمده الفن التشكيلي في ولايه ديابت، يستضيف الفنان والنحات بنيامين عبد الاله اللي عنده عده اعمال فنيه خاصه الجداريات اللي طورها واعطاها ميزه خاصه.